بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو سابق كان هناك أحد التعليقات لكن مساحة صاحبها، رديت عليه لكن أحب أني أتحدث بشكل أطول في الموضوع. قال هو أني أنا عانيت من نير الإدمان ومن ويلات الإدمان، وأنا قد أكون أكبركم في السن. وكان من كلامه ما يدل على أنه يشك في أن هناك إمكانية من التعافي، لكن قال بما معنى كلامه أن إذا هجمت الرغبة الملحة ليوم ويومين وتقاومها، بعد ذلك يجد أنه لا مناص ولا مهرب، تكون الانتكاسة غير قابلة للتجنب والهرب منها، سيحدث هنا الانتكاس. ما الحل وما السبيل؟ أنا أريد أن أجيب على هذا السؤال من ناحية أخرى. أنتم افهموا من أنفسكم ما الذي أريد أن أشير إليه. الانتكاسة أو الابتلاء لم يأتيك إلا من أجل أنه يوقفك على خطأك. ما نزل بلاء إلا بذنب وما وفى إلا بتوبة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وآدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة أنزله الله إلى الأرض، ويونس حينما خرج مغاضبا التقمه الحوت، وإبراهيم عليه السلام حينما تعلق قلبه بابنه أمر بذبحه وقال الله سبحانه وتعالى أن هذا هو البلاء العظيم، ويعقوب حينما تعلق بابنه يوسف أخذه عنه مدة ربما 20 سنة، الله أعلم. الله أعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لليهودي عندما سأل 3 أسئلة قال سأجيبك غدا، ولم يقم إن شاء الله، فالله سبحانه وتعالى أخر عنه الإجابة لفترة طويلة، أظن شهر أو ما إلى ذلك، وقال تعالى بعد أن أنزل عليه الوحي ولا تقلن شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. كان نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب على ابن آدم النسيان والخطأ والزلل لا محالة، لكن لابد من التقويم والتوجيه والتنبيه من رب العالمين. الله سبحانه وتعالى حينما يعاقبك أو ينبهك لا ينزل لك، يعني أنت كإنسان، أنت وأنا وكذا، لن تنزل عصا طويلة من السماء وتلطشك. ستأتي على شكل ابتلاءات. أعظم الابتلاءات الانتكاسة، وعلى عظم وعلى قدر الابتلاء كما قالوا يكون الدرس المتعلم، يكون التغيير، وكما قال ابن القيم ما ابتلاك إلا ليعافيك وما اختبرك إلا ليصفيك وما فتنك إلا لينقيك، أو ما سمح أنك تقع بالفتنة إلا من أجل التنقية. فأنت تطلق بصرك وتتعلق بغير الله، حب الشهوات يملأ قلبك. لا تقول لا لست أنا، لا أنت، لكن لكونك أنت بين مجموعة من الغرقة والمهووسين والمبتلين بحب الدنيا، وأكثر الناس مبتلى بحب الدنيا، لكن أنت وضعك مختلف كونك أنت مدمن، فالشيء هذا خطر عليك. الله سبحانه وتعالى رتب هذا الشيء كي يكون لك، إن أنت يعني أتقنت الموضوع، يكون لك سبيل للخروج. فإذا أنت كنت تملأ قلبك بحب غير الله، بحب الشهوات، دليل على ذلك إن كنت تقدم ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما تقدم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى
أمور أخرى دنيوية بدل من أن تقوم يعني حينما تتعارض أمور ترضي الله بأمور مادية تجلب لك في النهاية مثلا زوجة أو تجلب لك مثلا امرأة أو تجلب لك مثلا أموال أو منصب أو تقدير ناس ما إلى ذلك أو وظيفة مرموقة، حينما يتعارض ما يرضي الله فإنك أنت تقدم مع ما يرضي الله، فإنك تقدم هذا الأمر تريد تقول أنه أريد أن أبني مستقبلي، نقدم لنفسي مستقبلا في الدنيا. وأنت حضرتك مهووس عقلك في أنك أنت تريد أنك أنت تتوظف تحصل على ماء عن طريق الزواج، يعني تريد أنك أنت تعد نفسك، تريد أن تعف ذاتك، كل هذا هواء. تريد أن تعف نفسك بتقوى الله بطاعته، هو من سيرزقك هذا الشيء. ليش أنت يعني أنت اللي ستجلب لنفسك مثلا زوجة كما في الحديث، حديث صححه كثير من العلماء، ان رزق الله لا يجر حرص حريص. يعني انت مفكر ان انت بحرصك على والله تحصيل المال من اجل الزوجة والعيال ان هكذا انت يعني بحرصك انك انت ستحصل على زوجة؟ هذا هواء، ما أبعد هذا الشيء من الواقع والحقيقة. الموضوع كما قال الإمام الجيلاني رحمه الله، تقبل على الله سبحانه وتعالى، تخرج حب الدنيا من قلبك، تخرج الانشغال عن الله بالجمع للدنيا وللزوجة وما إلى ذلك. يقول فإذا أنت خرجت حب الدنيا من قلبك والسعي للزوجة عن طريق الماديات والاعتماد على الذات وعلى حولك وقوتك وحرصك، عندما تخرج هذه الأمور من قلبك تجعل تعلقك بالله ووقتك في عبادة الله وفي ما يرضيه. بعض شيء يقول مثلا والله العمل عبادة، نعم إذا كنت لا تفعله من أجل عبادة، تفعله من أجل الحصول على الزوجة مثلا. كما يقول جيلاني، بعد ما أن أنت تحصل، بعد ما أن أنت تتفرغ وتملأ قلبك بحب الله فقط، تخرج من قلبك كل ما سواه، تقدم مرضاته على كل يعني، ويعلم الله سبحانه وتعالى من قلبك أنك أنت تقدم مرضاته على كل مادية من مصالح نفسك، تقدم مرضاته على مرضات نفسك وشهواتها ولذاتها. قل للإمام الجيلاني فإنه هنا سيعطيك، سيسوق لك زوجة مكفاة مهناة مكفية، يكفيك مؤونتها، يكفيك مهرها، يكفيك الصاف عليها، يسخرها لك، يسوقها إليك بهناء وكفاية، ويسخرها لك، يسخر أهلها لك. هو يقول الكلام لأن الله سبحانه وتعالى هو المسخر قلوب الناس بيده، هو من يحبب الناس فيك. أنت متوقع أن كنت الزوجة هذه ستأتيك، الزوجة المناسبة ستأتيك بحرصك؟ ما بعد هذا على الحقيقة. ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ليس بحرصك. تملأ قلبك بالتطلع للزواج، الحرص على منصب ووظيفة ومال وجاه، ما أهلك، ما الذي أهلك الناس في هذه الحياة الدنيا إلا هذه الأمور، كما في حديث ما من ذئبان جائعان